لابد أن نفرق بين جواز التصرف وجواز التبرع. جواز التصرف ما توفرت فيه شروط سابقة ذكرت، أن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا، ومن ثم فإن من تحت يده مال لليتيم أو لغيره، لا يلزم أن يكون اليتيم، لأي شخص سواء كان وديعة أو كانت ولاية على مال يتيم أو مجانين أو ما شابه ذلك، فهنا إن وجدت المصلحة باعتبار أنه وال على هؤلاء غير الراشدين، أن المصلحة أن يبيع أموالهم فيجوز لمصلحتهم هم، لكن إن لم توجد فلا يجوز له ذلك، لأنه كما قلنا له حق التصرف بما تقتضي المصلحة، لكن ليس له حق التبرع. أفيجوز له أن يتبرع بماله في جمعيات خيرية وفي جهات خيرية، أن يتبرع بمال يتيم؟ الجواب لا. إذن لا يجوز له أن يقرضه. فالمال الذي لا يجوز لك، قاعدة، المال الذي لا يجوز لك أن تتبرع به فلا يجوز لك أن تقرضه غيرك ولا أن تقرضه لنفسك من نفسك. فمثلا عنده أموال فلا يجوز أن يأخذ منها بناء على أنه إذا أتى الراتب أنه سيعيدها، فلا يجوز إلا إذا أذن صاحبها وكان صاحبها عاقلاً رشيداً هنا وكان بالغاً، فهنا يجوز. من عنده أموال لجهات خيرية فلا يجوز له أن يقترض منها لا إلى الراتب ولا إلى غيره، ولا يجوز أن يقرضها، لا يجوز أن يقرض هذه الأموال للآخرين. لكن إن وجدت مصلحة، مصلحة لمن؟ مصلحة لصاحب المال، وعلى أنه سيضمن ربما أنه يكون في بلد كثر فيها اللصوص وعنده مال لهؤلاء الأيتام، ويخشى إن بقي عنده هذا المال أن يتسلط عليه، لكن قال أقرضه لشخص آخر عنده حراس وعنده قدرة على دفع اللصوص، فهنا يجوز. لما؟ للمصلحة. لكن من غير مصلحة فلا يجوز. الدليل على تحريم الأخذ منها إلا إذا وجدت مصلحة قوله صلى الله عليه وآله وسلم عند الإمام أحمد كما ثبت عنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإن طابت نفسه واستأذنته فبها، بشرط أن يكون ماذا؟ بالغا عاقلا رشيدا. ما في غلبة ظن هنا، الأموال ما فيها إلا اليقين.